السلام عليكم إخوان كثيرين بخير، لاباس عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في أفضل الأحوال. سمحوا لينا بزاف تعطلنا عليكم، الله يلاه سمحوا لي وصافي نقدم لكم الاعتذار. الله يلاه الله هذا ما بقاش طول شحال هذا ما عرفتش شنو السبب، ولكن ماشي على الله. اليوم إن شاء الله تكلفنا واحد الصديق غادي عندنا وقلية قريب صافي من قدام لي دوكير سي 50 من لا ميزون جيت كاري هاي قلت لكم الموطور يلاه ضرب تقريبا شي عام يلاه 15 كيلومتر باقي لي هاد الموطور من لا ميزون تمن شوين نقول لكم الاخر الثمن ديالو 60 49 مع دابا مع العلم انه دابا كاين البلاك ديال 110 كاين هذاك اللي فيه السيلندر اللي فيه السيلندر ديال 110 فيه كيلات ديال 22 هادي 70 السلام الاخوان، ان شاء الله احنا دابا فاش حلينا الماكينه ديال 49 شتو السيلندر الكلاس هو تاع 49 دابا هاديك هي دابا نحيدو ليه السيلندر والكلاس نديرو ليه السيلندر ديال 110 اوريجينال شي سلعه ديال المونتاج حاجه مليحه شتو شي حاجه ناضيه ونديرو ليه واحد الخدمه واعره نديرو ليه كلاس ديال 120 سي سي. هاد الخدمه هادي ما عمري وريتها ليكم تركبها للدراري ناضي تيطلع الموتور حار في الطريق وتجري وتيتيري مزيان هاو شتو كلاس اوريجينال ديال حتى هو ديال المونتاج تيكون في الهيكلون تيكون في غازيلا لكن 120 سي سي شتو الموتور يطلع ناضي في الطريق تبارك الله سلعة واعرة مازال شي نهار غادي نبارطاجي معكم هاد السلعة ان شاء الله نوريكم الشركة ديالها وداكشي باش اللي بغيخدم بيها راه هي واعرة بالجد عند الكلاس راه ما محفور ما تيها شي حاجة فيها الرشمات ديالو كلشي شتو السيلندر هو بيستون بحال ما انا شنو خرجت على الفيديو فاش نديرو ليها امار ديك الساعة ونشوفو الطريقة ديال المونتاج راكم عارفين ديما تنديرو حنا فاش غنحلو الستيد بحال ما كان حيدو لي تا هاد الروليطة تا هي نديرو ديك الروليطة لي مفيهاش هاد الحديد على الوسط مفيهاش حديد هنا باش ما يطلعش عندو التسرسير يخدم بيه الموطور واحد 4000 كيلومتر 5000 ويولي فيه التسرسير احنا دابا من بعد ما ركبنا السيلندر والكلاس عندهم شتو كيجاو الكلاس يا حاجة مليحة ديال الله يقلعو 120 سي سي نديرو دق عمرش بسم الله نبدا نشوف لا راندي هادشي كيطلع يا سلام بياس اللهم بارك موجوده المولاها عاودناها في المونتاج كامل كل درنا على الزيار حيدنا لها الكاريناج كامل تعاودنا في الزيار راكم عارفين زادنا لها الفورج الماكينه على حسب بعض المرات تتقطع وتزنزن عاودنا لها الاتجاه تاع الماكينه هنا القدام تاهو عاودنا لها الفورج زادنا لها الروايد كلشي ها هي باقا تالتروده خلا واحد نص ساعة تسخن مزيان باش تشدو بلايصه من داك الصوبا وداكشي نعاودهم في الريكلاج ديك الساعة على سلامتك واش بان لك عطيك تطلع في هذاك الكلاس ديال الهيرلاند نار يا صاحبي راه تبارك الله الدقام تحس الموتور مفورسي سالم بعد ان شاء الله نركبوا ليه بولا ليد هنايا شي حاجه مليحه سياره كاينه واحد بولا واعره دابا نبارطاجيها معكم ان شاء الله هذا الشيء اللي عطى الله الثمن الثمن اللي قلت لكم في الاخر شي الاخر ونقول لكم دابا الثمن ديال هذا بهاد البريباراسيون اللي ركبنا ليه بالبينيوات بقاو شي طلع بشي 196000
196,000 ريال، هلا 9,800 درهم. ثمن زوين، نفس الثمن تقريبا باش تبيع في لاميزا، هو بهادشي اللي ركبنا عليها حنايا تقريبا نفس الثمن، ولكن سلعه دوريجين والموطور يطلع مفورسي وزوين. تبارك الله عليكم، تحياتي، دعوا معنا، الله يستر الامور، بارك الله عليكم.